وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محتفى فيه فائدة أصولية، وهي أن المسكوت أولى من المنطوق بالحكم، وهذا ما يسمى عندهم بخطاب الموافقة. كيف؟ إن كنتم تذكرون قال تعالى فلا تقل لهما أف، فالمنطوق هو تحريم كلمة أف للوالدين، فالضرب من باب أولى مع أن الضرب مسكوت عنه. كذلك هنا من أحدث من باب أولى أن يكون أحق، لأن هذا الحكم منصب على من آوى محدثا، فما ظنكم بمن أحدث يكون من باب أولى؟